تغيير معتقداتك أنت بحد ذاتها أصعب شيء ممكن تسويه في حياتك، فما بالك بتغيير أفكار ومعتقدات ناس تانية. أنت عارف أنه من الحكمة اليوم يقول لك يا رجل لا تحاول تغير أفكار الناس لأنها مسألة صعبة وتحتاج مهارات كثيرة وصبر وطولة بال وحلم في الشخصية واتساع في الصدر. فعشان كذا يقولوا لك من الحكمة أن تغير من نفسك على أن تقوم بتغيير شخص آخر. هنا الكلام، لأنه صناعة التغيير وخصوصا في فكرة شخص آخر أمر بالغ الصعوبة. فخلنا من الشخص الآخر، أنت يا صديق العسل، تغيير معتقداتك وأفكارك من أصعب الأشياء اللي ممكن تغيرها، ولكن غيرتها الأثر اللي بيكون على حياتك مرعب جدا.